الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أولا أنا يعني أعتقد أن احنا تقابلنا قبل كده في بعض المحاضرات، لكن في البداية أنا بحب أشكر الأستاذ حسين الجمال والأستاذة فاطمة والأستاذ إسماعيل طه على تنظيمهم واهتمامهم ومحاولة تقديم مادة مفيدة لشباب المحامين وهم لسه في البداية، وإن كانت في بعض المعلومات العامة أو بعض المسائل اللي انت درستها في الجامعة ما بتقدرش طبعا نتيجة لأن ضيق الوقت في الجامعة والأربع سنين والمواد بيبقى فيه، بيجي بقى احنا كلنا بنعمل كده، يعني بيجي الطلبة بقى في آخر الترم يا دكتور شل لنا احذف لنا ادينا الامتحان مش عارف مين بتاع كلام زي كده، ف انت ما بتتمكنش ان انت في الدراسة او في الاربع سنوات بتوع الجامعة ان انت تدرس كل المسائل، لكن دايما اقول ان انت على الاقل لازم يبقى عندك ما يسمى بالحد الادنى للقواعد الاساسية، لان الفرق بين المحامي استاذ الجامعة القاضي او كل من يعمل بالقانون او كل المشتغل بالقانون خلي بالك هي فكرة البحث فقط. يعني انت في الجامعة بتاخد قواعد أساسية مبادئ عامة، تمام؟ أنا بعتقد أن أنت ما بتاخدش أكتر من كده، يعني المسائل المتخصصة بتبقى قليلة جدا، فإيه الفرق بينك وبين القاضي الذي يفصل في الدعوة، بينك وبين أستاذ الجامعة، بينما كل يعمل بالقانون هي فكرة البحث القانوني، أن أنت لما يبقى عندك قضية يبقى عندك موضوع فأنت عايز تقدم فيه أفضل ما يمكن، فبتعمل إيه؟ بتبحث في هذه المسألة وتستعين وتستشير وتكلم فلان وتكلم حد متخصص. وخلي بالكم عشان أقول لكم على حاجة، المكاتب الكبيرة كلها بتعمل كده وبتستعين بينا، وإحنا في المكتب بنستعين في بعض المكاتب الأخرى بالعناصر المتخصصة، لأن القانون ده كم هائل من القوانين، كم هائل من العلم لا يستطيع العقل البشري أنه يستوعبه أو يستجمعه، بالإضافة لذلك أن الإنسان يطرأ عليه ما يطرأ على الزمن، الإنسان بينسى، الإنسان مخه بيتشغل، ده طبيعي. أنت لو جيت تذكر واقعة من 10 سنين أكيد مش هتذكرها بنفس الإيه، بنفس السيناريو بنفس الحوار بنفس التفاصيل في كل حاجة. فأنا بس حبيت أكد على الجزئية دي في البداية، لأن مسألة البحث لا تستهين بيها، لا تستهين انك تفتح كتاب، ان انت كل يوم على الاقل تقرا حكم المحكمه النقض تشوف المبادئ الجديده، لكن الاصل والاساس ان انت بيبقى عندك مجموعه القواعد والمبادئ العامه اللي بتقدر تبحث على اساسها. خلي بالك من ضمن هذه الاسس مثلا لما يبقى عندك مساله تبقى عارف انت هتبحث في انهي تخصص، في انهي جزئيه، في انهي كتاب. والله المسائل المدنيه انا هجري على فلان وفلان وفلان، ده في حد كتب جزئيه في دي، ده حكم المحكمه، محكمه النقض اصدرت حكم، ده الدستوريه عملت كذا. طيب احنا كنا اتكلمنا على ما اعتقد لو كنا التقينا في الدوره دي قبل كده، اتكلمنا عن قانون المرافعات واتكلمنا عن مسائل الاختصاص واتكلمنا عن بعض الاجزاء المتفرعه عنه. أغلب خريجي كليات الحقوق قسم الدراسة باللغة العربية لم يدرسوا مادة مستقلة للتحكيم في كل الجامعات المصرية، لأن اللائحة التنفيذية ولائحة قانون تنظيم الجامعات مفيش في اللائحة الدراسية مادة خاصة بالتحكيم، فأنت بتدرس قشور، يعني بتدرس حاجات بسيطة، فبتبدأ تيجي تكمل دراسات عليا بعد كده ماجستير او دكتوراه تقول والله طب انا عايز اضيف ليا تخصص جديد او معرفة جديدة بتخصص مختلف انا لم اتعرض ليه ايام الدراسة. فالنهاردة احنا هنتكلم عن التحكيم، هنحاول بقدر الامكان لضيق الوقت ان احنا نتكلم في بعض المسائل الهامة او بعض المسائل الخلافية ونسقط بعض الموضوعات الاخرى على القواعد العامة في قانون المرافعات. في البداية قانون التحكيم أو مسائل التحكيم كانت بتنظم في قانون المرافعات من المادة 501 حتى المادة 513، كانوا 13 مادة موجودين في قانون المرافعات حتى عام 94 صدر قانون اسمه قانون التحكيم، فأصبح قانون مستقل مكون من 58 مادة. فاحنا خدنا القواعد المنظمة للتحكيم من قانون المرافعات وحطيناها في قانون مستقل صدر قانون 27 لسنة 94
فأصبح عندي قانون اسمه قانون التحكيم. طب إيه الفايدة في المسألة دي أو إيه الإسقاط هنا؟ طبعا أنت درست أن الخاص يقيد الإيه؟ العام، وقانون المرافعات بيعد الشريعة الإجرائية العامة التي يتم اللجوء إليها في حالة إغفال أي قانون لتنظيم مسألة معينة. يعني لو جينا في قانون الإجراءات الجنائية وأغفل مسألة إجرائية في التنظيم متعلقة وليكن بالبطلان أو متعلقة بأي مسألة، فأنا برجع لقانون الإيه؟ قانون المرافعات، لأن المادة 3 في قانون المرافعات بتتكلم على إن قانون المرافعات الشريعة الإجرائية العامة. فبالتالي لما يبقى عندي قانون اسمه قانون التحكيم قانون مستقل، فبالتالي إذا أغفل هذا القانون تنظيم مسألة إجرائية معينة فبضطر أرجع لقانون الإيه؟ المرافعات، لأن قانون المرافعات شريعة إجرائية عامة بينظم كافة المسائل الإجرائية، بنلجأ إليه كم الأحكام القضائية اللي موجودة متعلقة بنصوص قانون المرافعات كبيرة جدا. محكمة النقض بتجتهد وبتضع بعض القواعد لبعض المسائل بس بتاخد سنوات طويلة، وبعد كده بنيجي نعمل تعديلات على التشريع وبناخد بما جرت عليه المحاكم. فبالتالي أنا أصبح عندي قانون تحكيم بينظم مسائل التحكيم. طب أنا عندي التحكيم كلمة، أنا بقول التحكيم، بقول التحكيم. طب إيه التحكيم ده؟ أنا معرفش إيه التحكيم. أنت تقدر تقولي إيه هو التحكيم؟ إحنا عايزين قواعد بسيطة، عايزين طريقة نفهم بيها التحكيم. فإحنا هنقول بداية، لأن الناس دائما ما تخلط أو المتخصصين يخلطوا ما بين، نقول كلمة تحكيم يقولك اتفاق التحكيم، ما هو التحكيم هو اتفاق التحكيم. لا، في البداية أنت لما يبقى عندك قضية، عندك دعوة، أنت بتروح فين؟ بتروح المحكمة. برافو عليك. لما بتروح المحكمة، المحكمة دي بتابعة لجهة قضائية معينة، وعندك أكتر من جهة، وبعد كده عندك على رأسهم بالنسبة للقضاء المدني محكمة النقض، عندك المحكمة الدستورية، عندك الجهة القضاء الإداري، عندك المسائل اللي بتنظم وبيختص بها القضاء الجنائي. إذن أنت عندك ما يسمى بالنظام القضائي. بالنظام الإيه؟ القضائي. النظام القضائي ده نظام بينظم مرفق العدالة في مصر. أي واحد بيتم الاعتداء على حقه أو يريد الحفاظ على حقه يذهب إلى إيه؟ إلى المحكمة، يذهب إلى النظام القضائي للإيه؟ للدولة. فيصبح عندي دعوة فيها مدعي أطراف، مدعي ومدعي عليه، عندي محكمة قاضي بيفصل في الدعوة، ثم تمر الدعوة بمجموعة من الإجراءات بنسميها الخصومة القضائية، لها أحكامها وشروطها، تمام؟ ثم يصدر الحكم، ثم تحاكم الحكم بالطعن عليه، ثم تصل إلى محكمة النقض إذا كان هناك سبب يستدعي اللجوء إليها. ده النظام القضائي اللي موجود. طيب التحكيم بقى، التحكيم هو نظام، لا إن شئنا وإن كانت هذه المسألة مختلف فيها، إن شئنا أن نقول هو نظام قضائي خاص، أو نظام قضائي بيعادل أو بيوازي أو بيعاون النظام القضائي للدولة. يعني أنا عندي دعوة يطروح بيها لمين؟ لقضاء الدولة، للنظام القضائي المنظم في الدولة، يا إما تروح بيها للتحكيم. إذن هو التحكيم عبارة عن إيه؟ ما أقدرش أقول يغني عن قضاء الدولة، لأن قضاء الدولة بيراقب مسائل اللي بيصيرها التحكيم، ولكن هنتكلم فيها، لأن مش كل المسائل يجوز فيها التحكيم، زي انتسع الوقت هنقول المسائل دي كلها. طيب بقى إذن أنا عندي، أنت بتختار يا إما تروح التحكيم يا إما تروح قضاء الدولة. إذن لو جينا نقول، طبعا التعريفات بيتكفل بها الفقه، الفقه هو اللي بيحط معنى، يعني تعريف للتحكيم، تعريف لحكم التحكيم، تعريف لبطلان التحكيم، وهكذا وهكذا. لكن القوانين لا تضع تعريفات. فجاب لكم تعريف مثلا محكمة الدستورية العليا. محكمة الدستورية العليا للتحكيم، خلي بالك، لمين؟ للتحكيم. بتقول ايه؟ بتقول هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار ليفصل في الايه؟ في هذا النزاع بحكم مع كفالة الضمانات الاساسية للتقاضي وخلافه. يبقى اذا انا بتكلم في عرض نزاع بين الاطراف على شخص من الاغيار، يبقى شخص غير مين؟ غير اطراف الدعوة. المحكم ده شخص غير
المحتكم والمحتكم ايه ضده. يعني انا عندي هنا مدعي ومدعي عليه، هنا بسميهم مدعي ومدعي عليه برضه، ما فيش مشكلة خالص، ولكن يعني نقدر نقول محتكم ومحتكم ايه ضده. اللي بيقدم الدعوة الاول بسميه مدعي، هنا بسميه ايه محتكم. اذا الشخص اللي بيفصل في الدعوة، الشخص اللي بيفصل في الدعوة بسميه هنا محكم او هيئة التحكيم، هنا بسميه القاضي او الايه او المحكم. يبقى اذا بالتالي انا عندي تشكيل هنا للنظام القضائي مختلف عن التشكيل امام ايه امام نظام التحكيم. يبقى بالتالي نظام التحكيم هو نظام بيعادل او بيوازي او بيعاون قضاء الايه قضاء الدولة، بيعاونه في ايه او بيوازيه في ايه، في الفصل في الخصومات بين الاطراف. انا بيني وبينك نزاع، فبالتالي انا مش عايز اروح قضاء الدولة، انا عندي مميزات في التحكيم تخليني ما اروحش ايه قضاء الدولة، منها ان انا بختار المحكم، بحدد موضوع النزاع، ان انا بحدد المدة اللي بيتم الفصل فيها، ان انا ممكن الزم هيئة التحكيم بمدة معينة ولو انا ما الزمتهمش، القانون بيلزمهم بهذه الايه المدة وبيدي مدة اضافية. فبلما اخد 10 سنين 5 سنين 6 سنين ايا كان امام قضاء الدولة، انا ممكن في خلال 12 شهر او سنة ونص او سنتين بالكتير مخلص الايه مخلص النزاع بتاعي، بتحمل التكاليف وبدفع الرسوم في التحكيم وبدفع لهيئة التحكيم، والمسائل دي كلها فيها تفصيلات كتير. طيب انا النهاردة قررت ان انا اروح التحكيم وما اروحش قضاء الدولة، يبقى اذا اروح ازاي النهاردة؟ لو انت ماشي اتخانقت، اتنين اتخانقوا مع بعض، جالك كمحامي روح ارفع لي دعوة، بتروح على طول سواء كان الدعوة بيسبقها انذار او اعلان او ايا كان الاجراء، بتعمل الاجراء ثم بترفع الدعوة. طيب لو ما كانش بيسبقها بتروح على طول ترفع الايه ترفع الدعوة حسب كل دعوة. طيب ده بالنسبة لقضاء الدولة. قضاء الدولة من المفترض ان هو بالمجان، يعني ايه؟ يعني المحاكم بمعنى اصح، يعني كده المحاكم ما بتقفلش الايه ما بتقفلش الباب، انت بتروح في اي ايه في اي وقت. فبالتالي التحكيم ما ينفعش يكون اجبار، ما ينفعش التحكيم يجبرك غصب عنك ان انت تروح ايه ان انت تروح للتحكيم وما تروحش القضاء الايه الدولة. اذا هناك وسيلة لإلزام الأطراف باللجوء للتحكيم لفض نزاعهم عن طريق هيئة التحكيم بصدور حكم بيساوي وبيعادل بنص القانون وبأحكام المحاكم الحكم الذي يصدر من قضاء الإيه؟ قضاء الدولة. يعني أنت في النهاية علشان أدي للتحكيم قيمته لازم تديني في الآخر حكم، الحكم ده ما تحطليش من المعوقات وما تحطليش من الإجراءات اللي تخليه أقل من الحكم الإيه؟ من الحكم القضائي. أن أنت النهاردة كقانون عملتلي كمشرع عملتلي قانون كامل اسمه قانون التحكيم، بتقولي من حقك كذا وكذا وكذا وبيمتنع عليك كذا وكذا، واحد فتح دماغ واحد أو واحد قتل واحد ينفع يروح التحكيم ونحكم؟ لا طبعا، لأن دي من المسائل الجنائية التي لا يجوز فيها التحكيم. إذن هناك مسائل لا يجوز فيها التحكيم، أنا بختار بنفسي المسألة اللي بيتم الفصل فيها سواء عن طريق التحكيم أو عن طريق قضاء الدولة. طيب الوسيلة اللي بتسمح لي إن أنا أروح للتحكيم، الوسيلة ما يسمى، طب قول، ذكره كبند من بنود العقد، اسمه إيه؟ اسمه شرط التحكيم. برافو عليك. طب حد عايز يضيف حاجة تانية؟ ها؟ أو مشارات التحكيم. برافو عليك. يبقى أصبح عندنا، حاضر عينين، يعني مش عايزين عناوين، لا لا مفيش عناوين مفيش عناوين. طيب زميلكم قال ايه، شرط التحكيم او مشارط التحكيم؟ اولا هي الاجابة صحيحة جدا، ولكن ده احنا بنسميه في القانون ايه، المادة 10 من قانون التحكيم قالت في حاجة اسمها اتفاق التحكيم. فاذا ما هي الوسيلة، الوسيلة اللي توديني التحكيم؟ ان انا اعمل ما يسمى باتفاق الايه اتفاق التحكيم. اتفاق التحكيم هو اتفاق الاطراف على اللجوء لفض النزاع عن طريق التحكيم. خلي بالك اهو، شفت بفي فرق ما بين الاتفاق وما بين الايه التحكيم. التحكيم نظام قانوني، نظام ايه قانوني، بيختار في الاطراف المحكم والقانون وهكذا. طيب فين يعادله او يوازي النظام الايه القضاء، لكن اتفاق التحكيم هو الوسيلة اللي انا بروح فيها لمين؟ للتحكيم، وليس لقضاء الايه لقضاء الدولة. صور الاتفاق على التحكيم ايه؟ صورتين. الصورة الاولى
بيسميها شرط تحكيم، اما الصوره الثانيه بسميها مشارطه الايه التحكيم. طب ايه هو شرط التحكيم؟ شرط التحكيم ما انا هقول تاني. طيب ايه الفرق بين شرط التحكيم وشرط التحكيم؟ في البدايه بس عشان تبقى فاهم، شرط التحكيم ومشارطه التحكيم الاثنين اسمهم ايه؟ اتفاق على الايه؟ على التحكيم. اتفاق على التحكيم، لا يمكن الحديث عن التحكيم دون الحديث عن اتفاق التحكيم، لان اتفاق التحكيم هو اساس كل شيء بعد كده. طب هتقول لي ان انا اغفلت كذا واغفلت كذا، لا القانون ايه؟ يكمل لك. طب واغفلت الاحكام المحاكم السابقه؟ تكمل لك. اذا ما فيش احكام، نروح لقانون المرافعات يكمل لنا، لكن لابد من وجود ايه؟ من وجود اتفاق. ده انا جايب لك معايا النهارده حاجه استثنائيه كده هتشوفها ما بين زوج وزوجه، تمام؟ عارفين انتوا عادات الصلح والعرب والحاجات البسيطه، حكما من اهلي وحكما من اهلها، قعدوا بعدين اختلفوا، قعدوا راحوا المحكمه، والمحكمه اعتدت بالايه؟ بورقه وش وظهر، هوريها لكم دلوقتي لما نيجي عند النقطه دي. حاجه في يعني دي طفره في معامله القضاء مع المسائل التي يسرها الايه؟ التي يسرها مع المسائل التي يسرها التحكيم. طيب اتفاق التحكيم، اولا لازم تبقى عارف كده خط عريض، اتفاق التحكيم هو عقد، هو ايه؟ عقد لوحده. يعني في عندك مواد كامله بتتكلم عن استقلال اتفاق الايه؟ التحكيم. يعني ممكن العقد نفسه انا ابرمت بيني وبينك عقد ان انا بستورد منك مواد بناء وحطينا شرط تحكيم في العقد، العقد نفسه ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى باطل، لكن شرط التحكيم ممكن يبقى صحيح. تمام؟ طيب ممكن يبقى بيني وبين الاستاذ حسين عقد ان انا بورد له مثلا مستلزمات طبية او مستلزمات بنائية، عملنا العقد، العقد ده مثلا 20 بند، 20 ايه؟ 20 بند. البند رقم 20 لو حصل نزاع يتم فضه عن طريق الايه؟ التحكيم. البند رقم 20 ده اسمه ايه؟ ها؟ اسمه شرط تحكيم. اسمه ايه؟ شرط تحكيم. العقد نفسه بتاع توريد المستلزمات قد يكون باطل. يعني ايه؟ هي اركان العقد ايه؟ مش التراضي والمحل والسبب؟ ما هو ممكن يبقى المحل باطل، ممكن يبقى السبب باطل، ممكن التراضي ما اكتملش، الاجابه والقبول وهكذا، لكن يبقى شرط التحكيم ايه؟ صحيح. طب واحد يقول لي طب صحيح اعمل بيه ايه طالما العقد نفسه باطل؟ بطلان العقد مش نزاع، بطلان العقد نفسه مش نزاع، مين اللي هيحله؟ التحكيم لوجود شرط الايه؟ يبقى اذا لابد ان يكون شرط التحكيم ايه؟ قائم بذاته ومستقل. ده اللي القانون عمله. ليه؟ لان اللي يحللك في مسألة بطلان العقد هو مين؟ هو التحكيم. طب انا لو ما حطيتش شرط التحكيم والعقد باطل، مين اللي يحل النزاع؟ اروح طبيعي اروح فين؟ اروح المحكمة. يبقى اذا شرط التحكيم او مشارطة التحكيم الاتنين، الاتفاق على التحكيم، اتفاق على التحكيم ده ايه بقى؟ ده عقد لابد ان هو ايه؟ تكتمل اركانه وشروطه. يعني لازم فيه الايه؟ ها؟ التراضي والمحل والايه؟ والسبب. عشان كده خلي بالك انت لو محامي، انت لو ايه؟ لو محامي في التوكيل كده، وانت بتعمل التوكيل تلاقي في الاخر ايه؟ يقولك الصلح والاقرار والتنازل والتحكيم. يبقى اذا التحكيم محتاج وكالة ايه؟ خاصة. محتاج وكالة ايه؟ خاصة، لانه لا يفترض فيه الشخص، او لا يفترض في المواطن، او لا يفترض في الموكل، او لا يفترض في الشخص الطبيعي ان هو يلجأ الى ايه؟ الى التحكيم. لازم عشان اروح التحكيم يبقى في وسيلة، الوسيلة دي هي ايه؟ هي اتفاق التحكيم. فاتفاق التحكيم ده عقد مستقل، فبالتالي لازم له ايه؟ وكالة خاصة علشان تبرم ايه؟ اتفاق. وهتلاقي طبعا في المنازعات يقول لك ايه؟ في الشركات مثلا يقول لك رئيس مجلس الادارة مفوض بالاتفاق على التحكيم، يقول لك رئيس مجلس الإدارة غير مفوض بالاتفاق على التحكيم. معظم قضايا التحكيم اللي بتيجي للقضاء علشان ما يسمى دعوى البطلان مسألة الصفة، مسألة الايه؟ الصفة. عشان كده قانون التحكيم لا ينفصل تماما عن قانون المرافعات، مسألة الصفة. هل انت ليك صفة في ابرام واتفاق التحكيم ولا لا؟ فبالتالي اتفاق التحكيم شرط او مشارطة. ايه الفرق بين الشرط والمشارطة؟ الاتنين اتفاق تحكيم. الفرق ان الشرط لما نيجي نقول ايه؟ كل نزاع ينشا بمناسبه هذا العقد او بسببه او او او، يبقى الشرط قبل نشوء الايه؟ النزاع. وممكن اكتب كل نزاع ينشا
تمام يختص بالتحكيم كذا كذا. انا عارف انهي نزاع هيحصل، هل هيتعلق النزاع بالبطلان، بالتنفيذ، بالتفسير، تمام، بشروط الصحة، معرفش لسه، صح كده؟ فبالتالي هذا الشرط بيكون صحيح وقائم حتى لو ما حددناش في موضوعات الايه، موضوعات النزاع. يكفي ان انا اتفق على حالة حدوث نزاع يتم اللجوء الى نظام الايه، التحكيم اللي احنا قلناه من شوية، ما روحش للنظام الايه القضائي، ما روحش للنظام الايه القضائي. اما مشارطة التحكيم فمعناها ايه؟ معناها ان النزاع حدث بالايه، بالفعل. ندي مثال، انا وانت عملنا عقد مكون من 20 بند ونسينا نحط شرط ايه، شرط تحكيم. مثال بسيط جدا وسهل، فجينا اثناء تنفيذ العقد انت بتودي وانا بدفع الفلوس والدنيا ماشية تمام وكويس، فيش اي مشكلة، جينا في النص حصل نزاع، حصل ايه، نزاع، جينا قعدنا مع بعض كده وجبنا 2 ليمون وبتاع، انت راجل عميلي وانا راجل عميلك واحنا شغالين مع بعض بقالنا سنين وكلام من ده، طب ما عرفناش نوصل لايه، لاتفاق ودي. ودي على فكرة منظمة في قانون التحكيم اسمها التسوية الودية، وفي حكم بيصدر اسمه حكم بالتسوية الايه، الودية، لو مفوض المحكمين بالصلح، بس مش عايز اشتتك دلوقتي. طيب روحنا عملنا ايه، جينا قعدنا مع بعض، طب ما بلاش البهدلة ونروح القضاء ونقعد سنين ونناكف وبتاع، احنا بينا معاملات، ما تيجي نحل النزاع اللي ما بيننا ده عن طريق ايه، ها، عن طريق التحكيم. فنعمل حاجة اسمها، ينفع هنا نعمل شرط تحكيم؟ لا، نعمل حاجة اسمها ايه، مشارطة. لان القانون المصري مثلا اشترط في مشارطة التحكيم ان يكون موضوع النزاع محدد، وإلا كانت ايه، باطلة. مش احنا حصل بيننا نزاع بالفعل خلاص، يبقى نحدده فين، ها، نحدده في مشارطة الايه، التحكيم، وإلا كانت ايه، باطلة، وبالتالي يبقى اتفاق التحكيم ايه، باطل. يبقى دي المسألة الايه، المسألة الاولى، وهو نظام التحكيم يعادل، يوازي، يعاون نظام القضاء المين، للدولة. بروح للتحكيم ازاي، عن طريق اتفاق، اسمه اتفاق التحكيم، سواء اكان في صورة شرط ام في صورة ايه، مشارطة. الشرط بقى يأتي احد بنود العقد، يأتي بورقة مستقلة ملحقة بالعقد، يأتي بالاشارة الى قواعد تتضمن فض النزاع عن طريق التحكيم، وثيقة يعني زي سند الشحن، او اتفاقية دولية زي لائحة روما 1 او 2، او اتفاقية نيويورك او واشنطن ايا كان، او قواعد التجارة الدولية بباريس الاي سي سي. المهم ان شرط التحكيم يبقى قبل نشأة الايه، النزاع، قبل نشأة الايه، النزاع. حصل وعملنا اتفاق التحكيم والدنيا زي الفل. طب نقطة اولية بس سريعة، بعد ما عملنا اتفاق التحكيم هل ينفع نتنازل عنه؟ ينفع، ليه لا، ليه ده اتفاق التحكيم ينشأ بارادة الايه، الاطراف. يعني عايز اقول لك على حاجة، هو النظام القانوني للتحكيم بيقوم على اعتبارين. الاعتبار الاول هو ارادة الخصوم اللي هم الاطراف، ارادة مين؟ الخصوم اللي هم الاطراف. الاعتبار الثاني هو اقرار الدولة لهذه الايه، الارادة. يبقى اذن اتفاق الاطراف وارادتهم واقرار الدولة بوجود القوانين واللوائح اللي بتنظم مسائل التحكيم، هم الاعتبارين دول اللي بيخلوا وجود الايه، وجود يعني الدولة اللي بتقولك لو عايز تحل نزاعك عن طريق التحكيم ايه، روح للتحكيم، صح؟ مظبوط. طيب بس بشرط يكون بإرادة حرة صريحة واضحة مباشرة. خلي بالك نقطة كده أولية، التحكيم لا يصح إلا أن يكون إيه، مكتوب. لازم الاتفاق يكون إيه، لو رحت للمحكمة وقلت لهم والله إحنا بينا اتفاق تحكيم شفوي، الكلام ده ما ينفعش. في مسألة بقى كده بس مش هنتطرق ليها بالتفصيل، دي مختلف فيها، اللي هي مسألة إيه، المراسلات والبرقيات بين الشركات والعمل، ان هم يعني يكتبوا عبارات في النص كده ايه، والله لو حصل نزاع ايه رايك نروح للتحكيم، فالتاني يرد عليه يقول له لا مفيش مشكله، مفيش توقيعات ايه، ده ايميلات. دي مختلف فيها، دي مختلف ايه فيها، لكن الاصل ان يكون اتفاق التحكيم مكتوب، لانه عقد مستقل بايه، بذاته. المهم عملنا ايه، عملنا اتفاق التحكيم شرطا كان او مشارطه وحصل نزاع، المفروض نعمل ايه، ها، نروح للتحكيم عشان يحل النزاع. يعني نعين محكم، واخد بالك، لو كان تحكيم مؤسسي تبع مركز مثلا
زي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، زي مثلا مركز لندن محكمة لندن، زي الاي سي سي غرفة التجارة الدولية بباريس، زي المحكمة التابعة لاتفاقية واشنطن، ايا كان يعني الايه سواء كان برا او جوه مصر. فبعمل طلب التحكيم اللي هو زي رفع الدعوة، وبعلن الطرف الاخر تمام، وبيقدم مذكرات، وتبدأ هنا الخصومة التحكيمية زيها زي الخصومة الايه القضايا. طب الفرق ايه؟ الفرق ان احنا بنراعي ما اتفق عليه الايه الاطراف، ما اتفق عليه الايه، بس خلي بالك بما لا يخالف الايه القانون. المحكمة الدستورية العليا قالت ايه؟ قالت هناك الضمانات الاساسية للتقاضي لابد ان يراعيها التحكيم. طيب ايه هي الضمانات الاساسية؟ زي حق الدفاع، هل ينفع مثلا ان احنا نغفل حقك في الرد؟ ما ينفعش، يبقى الحكم باطل، يبقى الحكم ايه باطل. الضمانات الاساسيه للتقاضي الاعلان لازم يوصلك ايه؟ اعلان، لازم تعلن الحاجات بقى اللي هي زي ايه. انا طلبت شهود، فالطرف الثاني من حقه ان هو ايه يطلب شهود. الهيئه بقى توافق ولا ما توافقش، دي مساله ايه، مساله تانية. يبقى اذا مساله الضمانات الاساسيه للتقاضي لابد انها تكون ايه، تكون موجوده. طيب عذرا، انا وانت عملنا اتفاق تحكيم، ركز بقى في الايه في الجزئيه دي عشان احنا هناخدها سنه سنه. رحت انا بقى عملت ايه؟ اتزكيت بقى في الموضوع ده، قلت طب احنا عملنا اتفاق تحكيم، طب ماشي، رحت رافع دعوه قدام مين؟ قدام المحكمه. قدام مين؟ هل المحكمه بتقفل بابها؟ ما بتقفلش بابها. اكمل السؤال وبعد كده جاوب براحتك، بس اقول السؤال تمام، اكمل السؤال ده نص السؤال، هي عايزة ترد الإجابة مش عايزة تسأل، صح؟ طيب أنا رحت فين؟ رحت قضاء الدولة، رفعت إيه؟ دعوة. يعني من الآخر أنا عملت إيه؟ استعبطت. والأستاذة فاطمة قالت حاجة خطيرة جدا، قالت إيه؟ طالما أنا رحت رفعت دعوة أمام القضاء، يبقى أنا تنازلت عن إيه؟ عن اتفاق التحكيم، أو عن حقي في اللجوء لمين؟ للتحكيم. هو أنت لما جيت تعمل التحكيم عملته لوحدك؟ مش في طرف تاني؟ لكن انت بالنسبة لك ايه؟ تنازلت، صح كده؟ انت بقى كمحامي الطرف التاني هتحضر قدام مين؟ هيجيلك اعلان، هتروح تحضر قدام مين؟ قدام المحكمة. ما انا استعبطت ورحت ايه؟ قضاء الدولة، رفعت دعوة، راح اعلان للطرف التاني عشان يجي يحضر. انت كمحامي بقى حضرت قدام ايه؟ ها؟ قضاء الدولة، تعمل ايه في استعباط خصمك بقى اللي راح ايه؟ تعمل ايه؟ لا انا عايز حد بقى يجاوب، يعني يرفع ايده ويجاوب. اتفضل. تدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم، ماشي. حد عنده اجابه تانية؟ عدم، اللي قال عدم اختصاص يرفع ايده. طيب يدفع بعدم الاختصاص، تعرف القانون الفرنسي كويس، ماشي، والاردني. حد عنده برافو عليك، قالت ايه؟ من قبل نفسها تعمل ايه بقى؟ تحيل لمين؟ لهيئة التحكيم. برافو عليك، ده نقطة. حد عنده حاجة تانية؟ طيب شوفوا بقى الثلاث نقاط اللي اتقالوا، نرد عليهم واحدة واحدة. النقطة هنبدأ بالنقطة الأخيرة. المحكمة هيجي الطرف الثاني، فالمحكمة تحكم بالإحالة لمين؟ للتحكيم. طب لو كانت هيئة التحكيم لم تشكل بعد، تحيل ايه؟ تحل ايه؟ مش لازم احل كيان. بص يا استاذ، لا هو حصل نزاع، حصل نزاع، لسه ما شكلناش هيئه التحكيم، لسه ما اخترناش المحكم، لسه الطرف الثاني ما اختارش المحكم بتاعه، ما اخترناش حتى المحكم مرجح. فانا النهارده عشان اروح لقضاء الدوله فتحكم بالاحاله للتحكيم، فين الكيان اللي هي التحكيم ده؟ زي ما قلنا اول نقطه، في حاجة اسمها نظام ايه؟ قانوني اسمه التحكيم. فأنا النهاردة لما أنت بترفع دعوة قدام محكمة والمحكمة تحكم بعدم الاختصاص، المادة 110 إجباري، تقول لك ايه؟ عدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة السويس الابتدائية، صح؟ ده تعديل، خلي بالك في قانون المرافعات عمل نقلة كبيرة، لأن القواعد الاختصاص قواعد معقدة شوية ومتداخلة. فقال لك المحكمة تجتهد، القاضي ايه؟ يجتهد. لو حكمت بعدم الاختصاص احكم بالايه؟ بالإحالة لمين؟ للمحكمة الايه؟ المختصة، المحكمة الايه؟ هنا في التحكيم هحل لمين؟ اتفضل.
إدارة التحكيم بوزارة العدل ده تحكيم إجباري، دي مسألة تانية خالص. احنا بنتكلم هنا على التحكيم الحر أنا وأنت مع بعض، لكن التحكيم الإجباري في وزارة العدل دي قضية تانية أو مسألة تانية ما بين المنشآت، لأن التحكيم لا يمكن أن يكون إجباري. خلي بالك اتحكم بعدم دستورية التحكيم الإجباري. وفي النهاية بالنسبة لوزارة العدل ومنشآت المنظمات الشركات التابعة للدولة، قال لك ما كده كده أنا هحكم على شركة الكهرباء لصالح شركة مين؟ المية، واللي هيعملها قاضي في وزارة الايه؟ العدل. في احكام كتير موجودة كده، لكن الاصل ان التحكيم اختياري زي ما قلنا، لا يجبر الشخص على اللجوء لمين؟ للتحكيم. اسكت انت نفسك، لا تجبر على اللجوء للقضاء الا لما تعد دفوعك وتعد حالك وتعد ده حقك يعني. فاذا مسألة الاحالة لا، هذه مسألة غير ايه؟ غير صحيحة، فيش احالة. نيجي بقى لعدم الاختصاص. عدم الاختصاص بعض القوانين خدت بالحكم ان المحكمة تحكم بعدم الاختصاص. طيب عدم الاختصاص ده عبارة عن ايه؟ دفع شكلي، صح؟ فانا علشان احكم بعدم الاختصاص لازم اطبق قواعد الدفوع الايه؟ الشكلية. من اهم قواعد الدفوع الشكلية هو ايه؟ ها؟ هو الحكم بعدم الاختصاص والالتزام بالمادة 110 من قانون المرافعات. فالعدم الاختصاص هو الايه؟ والإحالة. فجينا طبعا في قوانين واخده بعدم الاختصاص، لكن القانون المصري خد بايه؟ الماده 13، خد بالدفع اللي قالته الاستاذه، وقال بعدم الايه؟ بعدم القبول. عدم الايه؟ عدم القبول. طيب خلي بالك هقول لك حجه واحده بس في الفرق بين عدم الاختصاص وعدم القبول. لو المحكمه حكمت بعدم الاختصاص، مش الحكم ده بيحوز حجيه؟ صح. وعدم الاختصاص ببساطة شديدة معناه ايه؟ انا غير مختص اصلا بنظر الايه؟ طب هرجع لك تاني ازاي وتبقى مختص؟ دي كانت من ضمن عوائق الدفع بعدم الاختصاص في القانون الايه؟ المصري. لكن عدم القبول، عدم القبول معناها ان هناك شرط، هناك ايه؟ شرط او مسألة لم تتوافر في رافع الدعوة حتى الان. اذا توافرت فلا مانع ان انا اقبل الايه؟ الدعوه. زي الوليه اللي راحت رفعت بلاش الوليه دي عشان خاطر احنا مع لا احنا مع حقوق المراه. زي ست لما راحت رفعت دعوه على جوزها علشان عمل جوز عليها، فراحت كتب اتجوز اي حد بيجي على المراه لازم. فراحت رفعت دعوه، راحت رفعت ايه؟ دعوة عشان كتب شوية أملاك من أملاكه لمراته التانية، لأولاد مراته التانية. فالأولانية راحت رفعت دعوة قالت لك ده بيخل بقواعد الإيه؟ الميراث والشرع. المحكمة ردت عليه وقالت له إيه؟ قالت لها إيه؟ قالت لها عدم قبول الإيه؟ الدعوة. ليه؟ لأن قواعد الميراث أو مسائل الميراث أو دعوة الإرث بتكون بعد الإيه؟ جوزك عايش لسه، جاب بعدها بشهر جوزها مات، راحت رفعت ايه؟ دعوة. المحكمة هنا تقول لها ايه؟ لا اهلا وسهلا تعالي انا كده ايه؟ مختص. فهي لما حكمت في الاول حكمت بايه؟ بعدم القبول، يعني في شرط او في حاجة او في صفة لم ايه؟ لم تتوفر. وقت ما تتوفر تعال، صح كده؟ جميل؟ طيب فجاء المشرع المصري، انا عايز اقرأ لك المادة. لا بس التصرفات اللي قبل الموت دي في السنة الاخيرة بتبطل. لا دي مسألة موضوعية بتخضع للقانون المدني. انا بتكلم على الدفع الايه؟ ما عند المسائل اللي بتتم في مرض الموت، المسائل السورية، ما واحد راح كتب لبنته عمارة ب40 مليون، هل بنته دفعت ل40 مليون؟ مراته الصغيرة الحلوة اللي لسه مش عارف اتجوزها على مراته بعد 60 سنة وكاتب العقد ب40 مليون، هل هي معاها 40 مليون؟ ما ده عقد ايه؟ في وسائل ودعاوى تطعم بها على مين؟ على المسائل دي، مظبوط؟ لكن احنا بنتكلم في الدافع، في توافر الحق في رفع الايه؟ يعني بصوا يا جماعه، الدفع بعدم القبول هو توافر الحق في رفع الدعوه. توافر الحق في ايه؟ يعني انت ممكن يبقى لك الحق في رفع الدعوه بس مش دلوقتي، ممكن كمان ايه؟ كمان شويه. لكن عدم الاختصاص انا كمحكمه اصلا غير ايه؟ غير مختصه. يعني هتجيلي النهارده، هتجيلي بكره، هتجيلي كمان سنه، انا برضو ايه؟ غير مختصة. واتكلمنا في محاضرة سابقة عن قواعد الاختصاص،
الأربعة، اختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي، وقلنا الاختصاص متعلق بالنظام العام، واستثنينا بعض الحاجات اللي مش متعلقة بالنظام العام، وده كان مجاله ايه؟ كان مجاله طويل. هنا المحكمة القانون عمل ايه؟ خلي بالك بس، لان الدولة اذا اقرت نظام التحكيم لابد ان تقر له من الوسائل التي تقويه وتدعمه. ما تجيش تعمل معاه اتفاق تحكيم وتيجي بمزاجك ايه؟ تمشي. خدت بالك؟ لا. هنا ايه؟ هنا احنا اتفقنا، فعلشان نتنازل نتنازل احنا الايه؟ احنا الاثنين. يعني سؤال، جيت انا قدام ايه؟ استعبطت زي ما قلت في المثال السابق، ورحت رفعت دعوة قدام قضاء الايه؟ قضاء الدولة. قال خصم حاضر، عمل ايه؟ لم يدفع بشرط التحكيم وكمل في الدعوة. يبقى كده تنازلنا ولا ما تنازلناش؟ صح ولا غلط؟ اهو خيبكم، يعني جملة قلتها، لكن الجملة دي في قانون المرافعات ليها شرح وقواعد كبير جدا. ليه؟ لان كده يعني المحكمة ملهاش انها تحكم من تلقاء نفسها بوجود شرط التحكيم. اهو يبقى شرط التحكيم غير متعلق بالنظام العام. واخدين بالكم؟ قول. ممكن يبقى ضمني وممكن يبقى صريح. انا لما رحت رفعت الدعوة قدام القضاء انا كده اتنازلت ايه؟ صراحة. اهو. طب خصمي لما جاء حضر وراح جاي قاعد واتكلم في الموضوع ومشينا وبتاع، ايه اللي حصل؟ ده النزول ايه؟ نزول ضمني. تمام كده؟ يبقى النزول ممكن يبقى صراحة وممكن يبقى ايه؟ ضمني. طب خد السؤال الاسخ، مشينا في الدعوة 6-7 شهور، هل ينفع ان احنا نتنازل ونرجع التحكيم تاني؟ ما تتسرعش، ما تتسرعش، ان الله مع ايه؟ فكر. مشينا في السؤال اهو، هل رفع دعوى قضائية امام المحاكم؟ رفع دعوى قضائية اهو، تمام، يتيح الحق بالنزول عنها واللجوء للتحقيق؟ نعم ينفع طبعا. طب ايه المانع بقى؟ امتى نمنع؟ ايوه في واحد قال ايه؟ صدور ايه؟ صدور حكم. صدور ايه؟ صدور حكم. لان حكم القضاء يحوز الايه؟ الحجية. ودي مسألة اتسع الوقت هنتكلم فيها. نرجع لمسألة الاتفاق عشان الموضوعات احنا ماشيينها واحدة واحدة كده. انا عايز اقرأ لك بس النص عشان نحلله مع بعض. يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجب بشأنه اتفاق تحكيم، يجب، يجب، ما قالش يجوز، قال ايه؟ اذا يجب يعني ايه؟ يعني اتفاق الاطراف ملزم للخصوم، للطرفين اللي عملوا الاتفاق، وملزم للمحكمة. المحكمة مالها السلطة ايه؟ تقديرية. مالها السلطة ايه؟ لو انت دفعت قدامها بعدم قبول الدعوة لوجود اتفاق التحكيم او لوجود شرطة او مشرطة، المحكمة تحكم بايه؟ بعدم الايه؟ القبول. ولو ما حكمتش بعدم القبول يبقى حكمها ايه؟ باطل وغير صحيح وغير موافق لمين؟ للقانون. يبقى دي اول مسألة. يبقى يجب على المحكمة التي يرفع عليها نزاع يوجب بشأن اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الايه؟ الدعوة. طب المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوة كده؟ طب ما تحط لي قيود، احنا عايزين حتة من الايه؟ من الاختصاص. خلي بالك، ركز. أن تحكم بعدم قبول الايه؟ الدعوة. يعني أنا آجي قدام المحكمة والقضية ممكن تاخد 2-3-4، وأقعد ماشي 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 ماشي، واجي قبل اخر جلسة واقول انا بدفع بوجود اتفاق التحكيم. لو وقفنا النص لحد كده ينفع، لكن المشرع حب ياخد حتة من ايه؟ من قواعد الدفع بعدم الايه؟ الاختصاص. خدنا حتة كده نضيفها عشان نعمل للتحكيم قيمة. قال لك والله ان تحكم بعدم قبول الدعوة اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابداء اي طلب او دفاع في الايه؟ في الدعوة. يبقى يا ريس لما يجي لك عقد، لما يجي لك نزاع في اتفاق تحكيم، اول جلسة تحضرها قدام المحكمة تعمل ايه؟ ها تدفع بايه؟ بعدم قبول الايه؟ عدم قبول. تدفع بايه؟ عدم قبول الدعوة، قبل الكلام في مين؟ في الموضوع، وقبل ابداء دفوع ايه؟ اخرى، وإلا سقط حقك فيه. المشرع هنا قال لك سقط الحق ليه؟ علشان موضوع التنازل. يعني انت لو ما دفعتش بعدم قبول الدعوة، ها اللي يحصل؟
يعتبر تنازل منك خلاص، المحكمة بتفهم ان هو ايه تنازل. القانون قال لك ده سقوط للحق، سقوط لمين؟ للحق في الدفع. فاذا لو رفع الدعوة امام القضاء انتبه لهذه المسألة، ما تقولش انا هاجي بعد ايه جلسة 2 3 10 اعمل ايه ادفع بعدم القبول، لا ادفع من الايه من الاول. وشاكر جدا للاستاذ حسين والاستاذ اسماعيل والاستاذه فاطمه، شكرا.